كلمة حق أقولها أنا واثق 100% من كلامي أنه فعليا هو الصحيح، من الكل راح يأيدني خصوصا اللي يعني جو أوكرانيا أو راح لأي دولة ثانية. ما في إيش، ما في أجمل من جمال العرب. ما راح أتكلم عن البنات تحديدا عشان في ناس بياخذونها من جهة ثانية، ولا راح أتكلم عن السعوديات تحديدا لأن في ناس بياخذونها من جهة ثانية والإشاعات عاد حواليني أنا يا ساتر. ما في أجمل من الجمال العربي، لا رجال ولا فعليا جمال العربي السعودي بين قوسين. الجمال العربي للأمانة فعليا هو المتفوق، ما في أجمل مننا. ارفع راسك انت سعودي فعليا، يعني جيت وشفت يعني ما في وجه مقارنة أبدا بينهم، بين الجمال العربي بين قوسين السعودي. ارفع راسكم، هذه شهادة حق أشهدها بكم من قلب